معارك عنيفة ومواجهات شرسة تشهدها جبهة مزوية منذ ساعات الصباح الأولى بمديرية المتون غرب الجوف. الجيش الوطني المسند بالمقاومة الشعبية هو الأكثر تواجداً هنا بعد أن كبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفي هجوم مباغت شنته قواته على مواقع وتمركز الميليشيا بالتزامن مع غارات طيران التحالف العربي الذي كثف غاراته الجوية على تلك المواقع مستهدفاً مخابئ وأطقم عسكرية تابعة للميليشيا. في صباح هذا اليوم، اليوم يوم الملحمة، أبطال الجيش الوطني شن هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات، وتم التقدم من مواقع الجيش الوطني في مزوية جبهة المتون التوجه غربا والتقدم ما يقارب 2 كيلو. على هذه الأرض يرسم أبطال الجيش الوطني ملامح بلاد كانت قد ابتلعتها الميليشيا، وبأصوات بنادق منتشية بشهوة النصر يسطرون صور البسالة في سبيل تثبيت قواعد وأعمدة الدولة، فلا صوت يعلو فوق صوت الجيش الوطني هنا بعد سيطرته على منطقة مزوية في قلب مديرية المتون. لا تتوقف إرادة هؤلاء الأبطال ولا تنكسر عزيمتهم، النصر ما ينشده الجميع ولا خيار أمامهم سواه، سيما وأن معركتهم مستمرة لتطهير البلاد من براثن الإنقلابيين، وأدواتهم الضعيفة التي لا تقوى على مقاومة رصاص الجيش الوطني وصمود رجاله في ميادين ومعارك الشرف والبطولة. على خطى استعادة الدولة ورفض الانقلاب يستعيد الجيش الوطني منطقة مزوية الواقعة في عمق مساحة الميليشيا المتبقية من محافظة الجوف، في حين تستمر الميليشيا في التقهقر يوما بعد آخر مخلفة في صفوفها قتلى وجرحى. علي الجرادي، قناة بلقيس، مديرية البتونج، محافظة الجوف.